السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ هانيين الامور ديالكم؟ واش دخلكم شي برد؟ حنايا بدا كيجي البرد. اليوم جيتكم بواحد اكله خفيفه ظريفه كيف ما كتشوفوا. سميتو لي نوي ديال الشينوا، دوك لي بات شينواز مع الخضر والدجاج. يعني هاد الاكله هادي كتعجبني بزاف 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 كيف ما كتشوفوا، فيها الالوان والمنظر زوين والمذاق. مره كنديرها هادي، اما ديريها تقدري ديريها باللحم، تقدري ديريها بالكروفيت بالحوت اللي كان عندك. انا هادشي اللي كان عندي درتها بالدجاج والخضره اللي كاينه عندي في الدار، سهله ظريفه ما فيهاش لا خدمه لا والو. مهم غير الخضر كتقطعيهم وصافي، وكتبعي هذا اللي راه كنعرفك حادقه على اللاتي. انت غادي تشوفي معايا الفلفله طويله مقطعه والخيزو والقرعه الخضراء والفلفله، ومهم البصله والدجاج مقطعين، كلشي مقطع. كنديرو البوطه هذه مقله، نديرو فيها الزيت سخن. انا درت زيت البلديه على ما تسخن، وكنديروا فيها داك البصله والدجاج. البصله بعدا تشحر شويه، عاد من بعد نزيدوا الدجاج. هانتوما شوفوا معايا بصور، يعني ساهله في متناول الجميع. فداك الشيء اللي عندك في الدار تقدري ديريها، الخضره اللي كاينه عندك في الدار ديري بها. كاين اللي كيدير حتى الاخر البروكولي، ديري اللي عندك، ديري الجلبانه اللي عندك في الدار ديريه. يعني هذا كتجي مع كل شيء، واللحم عاوتاني اللي عندك. الا ما عندكش الدجاج ديري باللحم بطريفه د البقري، الكروفيت باش ما كان. هانتوما الشعريه اللي كندير لي باطا وما قدامكم بالميكا، هذوك هما اللي كندير. صافي صافي، ملي كت الدبال البصله كنزيد عليها داك الدجاج ونخليهم يتحروا. صحت منك حتى 5 ساعات ديال المدانه، ساهله دغيا وخفيفه، ما فيها لا لاصوص لا والو، ماشي مضره بالصحه ما والو. فاش كطيبي داك البصله والدجاج كتزيدي الزيت في المقله، وديري تبقاي ديري الخضار ديالك، كتبداي بخيزو هو الاول، وهكا كتخليه حتى يهبط يتشحر، وتزيدي عاوتاني الخضره. ما ديري لا ما حتى حاجه، ما حتى الماء، يعني الخضره غير في الزيت كتشحر، كتصوطها مزيان في المقله، كتهبط كتكون هذا مجرمله. هاد الاكله هادي ما كتحتاجيش فيها الماء نهائيا. كتبقاي مستمره كديري الخضار ديالك تدريجيا، داك اللي كيطيبو اللي كياخذ شويه الوقت كديريهم هما الاولين، وهكذا كتسالي كل شيء. الخيز هو الاول، القرعه الفلفله الحمراء الخضراء موراهم، كتبقى لك غير القرعه الخضراء هي الاخرى من بعد، غير هذيك دغيا كتخيز. الخضر هادو صحيين في هاد الوقت هادي، الواحد ياكل الخضره مزيان، ما تبقاوش غير طاجين طاجين طاجين. واحد يبدل شويه من الروتين ديال ديما. ديك لي بات كنديرو الماء طايب، فكيطيب
ونديرو ديك هاد ونديروهم فاش كيطيب كتسدي البوطة كتطفي وديري داك لي باطي يبقاو تما واحد 5 دقايق في عين الميزان. مكياخدوش الوقت بزاف باش يطيبو يعني ما وماشي ما تخليهمش يطيبو فوق البوطة، خليهم يطيبو غير فوق كترقديهم بحال غترقديهم في داك الماء وصافي. والخضار ديالك كتبعي كديري القرعة ديالك اللي بقات تكون هاد الخضار هادو غير بوحديتهم راه كيجيو رائعين. مي تزيدي عليهم دابا داك كتخلطي دابا كلشي الدجاج وداك هدا تزيدي على داك الخضرة كلشي طايب دابا دابا غديري هذاك التوابل ديالك شويه د الملحه وشويه د البزار شويه د الملحه وتخرقهم وسكينجبير الا بغيتي تزيدي شويه د البزار انا ما درتوش سكينجبير الا ما بغيتيش الا بغيتي ديريه عواد حتى هو كيصلح خضر تحكيه وتخرقهم حتى هو الا بغيتي ديريه غير هكاك خضر صافي كتبقاي تخلطي المقادير وحتى تخلي داكشي عاوتاني هذا كلشي ينسجم بيناتهم ساهلة الأكلة يعني ما كتحتاج هذا وقت طويل ما كتحتاجش بزاف ديال هذا. من بعد كتجيبي داك سميتو لي بات ديالك كتخلطيهم مع داك الخضار وصافي كتبقاي تخلطي ومن بعد تزيدي داك الصوص لاصوص الصوجا نسيت ما قلتها لكمش في الاول صوص الصوجا حتى هي تزيديها على حسب صوص الصوجا تكون حلوه ماشي مالحه وهذيك لاصوص هي اللي كتزيد هذاك المذاق اللي كيزيد على هذاك داكشي اللي درنا كتزيدي واحد 4 ديال المعالق ولا 5 ديال المعالق على حسب الكميه اللي دايره انا ما دايرهش بزاف كديري واحد 5 ديال المعالق هكذاك يا سلام عرفتي على ريحه كتطلق غير فاش كطيبيها هكذايا كتشمي ديك الريحه غزاله كتشهي الصراحه وصحيه في نفس الوقت ما فيها لا لاصوص لا حتى حاجه ما فيهاش شي حاجه اللي مضره للصحه لا شحمه لا حتى حاجه ما الزيت البلديه فيها منفعه الخرقوم فيه منفعه الخضر فيها منفعه كلشي اللي تما فيه مفيد للصحه ماشي ما كاين حتى حاجه مضره وكتشبع ما تحتاجيش تاكلي الخبز صافي ومن بعد هانتوما كيفاش كتبان لكم يعني غزاله يعني كتشهي اللي كيبغي الحار يقدر يزيد عندهم كاينه عندهم الشينوا كاينه عندهم واحد لاصوص حاره كيزيدوها هانتوما كنزيد عليها المعدنوس من الفوق كتزوقيها باش ما بغيتي سيداتي هانتيا كنا كنقول يا ربي فوقاش نسالي باش ناكل ايوا بالصحة والراحة ونتمنى تجربوها وتجاوبوني